تنقش بين ثنايا الشوق لقياكم، فلولاكم لما كانت أمانينا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة طلاب الحقوق في عدن ومعاناة الأوضاع الراهنة، فقم أجمل مناطق الجذب السياحي في عدن، سارة الرشيد المخرجة التلفزيونية التي احترفت مهنة والديها. كل ما في الكون يسير ضمن خطة معينة، ومدينة عدن الجميلة تسير نحو الأمام محاولة تجاوز الظروف. فعاليات وأنشطة في جولة إخبارية سريعة. ناقش لقاء أكاديمي في جامعة عدن اتفاقية صياغة الأسس العلمية للخطة الاستراتيجية للتنمية الشاملة في مجال التعليم والبحث العلمي. اللقاء الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة كرس لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة وأهمية الإسراع في تنفيذ ما تبقى منها. عندما قرر الطرف الانقلابي المتحالف، ناقشت ندوة حقوقية في العاصمة المؤقتة عدن واقع الحقوق والحريات في المحافظات الخاضعة لميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح. الندوة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان طالبت الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ضرورة القيام بواجبها الإنساني تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات مستمرة من قبل ميليشيا الإنقلابيين، والضغط عليها من أجل الإفراج عن كافة المختطفين العسكريين والسياسيين والنشطاء والمدنيين المغيبين في سجونها منذ نحو عامين. ناشد مسؤولون بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهورية في عدن المنظمات الدولية التدخل للإفراج عن شحنة أدوية ومستلزمات طبية خاصة بمرضى الفشل الكلوي تحتجزها ميليشيا الحوثيين في محافظة إب. وقالت مديرة المركز الدكتورة نبيها أحمد باماجد إن ميليشيا الحوثيين في إب تواصل احتجاز شاحنة كانت في طريقها إلى عدن وعلى متنها كميات من مواد غسيل الكلى، وهو ما يضاعف معاناة المرضى ويهدد حياة الكثيرين منهم. بالمحاكم والنيابات وبالحقوقيين يتحقق العدل وتعود دفة الأمور إلى نصابها، ولكن دون تلك المنظومة ينهار العدل وينهار البلد. خرجوا كلية الحقوق، إلى أين يذهبون؟ قضيتنا في هذه الحلقة. خرجوا كلية الحقوق هم الأقل فرصا في التوظيف أسوة ببقية التخصصات الجامعية، وإن كانت هي الأخرى تشكو أيضا من تضخم بطالة الخريجين خاصة خلال الستة الأعوام الأخيرة التي توقفت فيها عملية التوظيف الجديد في القطاع المدني للدولة. دولة تشتي تخرج فقط بقدر ما كان دون أن يكون هناك أهمية للنوعية. لم نلاحظ اهتمام الدولة بكلية الحقوق كما هو ملاحظ كلية الطب وكلية الهندسة، حيث أن كلية الحقوق لا تقل أهميتها بالنسبة لأهمية الحقوق والهندسة. يتضاعف الإقبال على كلية الحقوق بجامعة عدن في ظل توقف كلي لعمل المحاكم ودوائر السلطة القضائية، وهي مشكلة زادت في تعقيدها حرب ميليشيا الإنقلابيين التي تسببت في توقف المرافق الحكومية والمجالات الخدمية. عدم وجود المحاكم، عدم وجود النيابات، في ظل حيكون قصور في إيصال المعلومة العملية التطبيقية لطالب الحقوق. كانت كلية الحقوق ما قبل 94 كانت موجود فيها مختبر متكامل في هذا الجانب، أما الآن للأسف يتخرج طالب كلية الحقوق لا يعرف أي شيء، لا عن مساحيق الكشف عن البصمة ولا عن أدوات المطابقة الجنائية. في السنوات السابقة كنا نعمل تطبيقات للطلاب في خلال فصل الصيف في المحاكم، في النيابات، في الشرط، في السجن، في الجمارك، في أماكن كثيرة. عدم وجود مختبرات جنائية وعدم وجود المحاكم الصورية التي تحيي في الطالب الشعور القانوني والشعور الحقوقي قبل النزول الميداني إلى البيئة العمل التي تتطلب منه الخبرة. المستقبل المجهول لخريجي الحقوق ليس وحده ما يحطم آمالهم، بل إن همومًا أخرى ومعاناة طويلة تصاحب مرحلة التعليم الجامعي ينعكس تأثيرها سلبًا على التحصيل العلمي للطلاب وعلى مخرجات التعليم الأكاديمي.
الأمر الذي يتعذر معه تأسيس نواة صحيحة تواكب مرحلة التقدم وتفي بمتطلبات العصر. في بعض الطلاب يكون سنة رابعة حتى مش عارف كيف يكتب دعوة، كيف ترفع الدعوة لغدا يعني للمحكمة، كيف يعني توقف حتى قدام القاضي، كيف تتكلم مع القاضي، كيف يعني كيف تكون محامي. في ظل عدم وجود بيئة تعليمية موفرة لها كانقطاع الكهرباء، كعدم التهوية الجيدة، عدم المواد القانونية المواكبة للعصر الحديث، عدم بحث المستجدات القانونية التي لابد أن أطالب في المجتمع في ظل هذه الظروف أن يتعلمها، خاصة في الظروف القانونية الحالية من الأحداث الحالية، جرائم الحرب مثلا لابد أن يكون لها تطبيق عملي وتركيز، حقوق الإنسان ما يتعلق بها القانون الدولي لابد أن يكون فيها تطبيق. إصلاح منظومة التعليم الجامعي بات مطلبا ملحا وخيارا يفرضه سوق العمل وتقتضيه المصلحة العامة، وهذا يتطلب بالضرورة مراجعة شاملة وتوجها حكوميا جاد يبدأ بتفعيل دور المؤسسات الحكومية في إنهاء الإزدواج الوظيفي لضمان استيعاب خريجي الجامعات وامتصاص البطالة، حتى لا يتحول التعليم الأكاديمي عقيما في بلد تتهاوى فيه أركان التطور والنماء. الدكتور محمد صالح محسن، عميد كلية الحقوق في جامعة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء الذي نناقش فيه مخرجات كلية الحقوق في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد. اليوم زهاء العام والنصف على انتهاء الحرب والمحاكم كذلك والقضاء مغلقة إلى يومنا هذا، إلى أين تذهب مخرجات كلية الحقوق؟ شكرا جزيلا لكم على حضوركم وعلى هذه المقابلة. طبعا المجالات التي يمكن يعمل فيها طلاب كلية الحقوق هي واسعة. صحيح أن المحاكم مغلقة، النيابات مغلقة، لكن خريجي كلية الحقوق يتخرجون لديهم مهنة يستطيع أن يعمل سواء كان في الوظيفة الحكومية أو بعمل خاص. هناك من يلجأ إلى فتح مكاتب استشارات قانونية، هناك من يحصل على عمل في البنوك كمستشارين قانونيين أو كمدراء إدارات قانونية في البنوك، سواء كانت البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة. إضافة إلى ذلك لدينا كثير من طلاب كلية الحقوق بعد أن حصلوا على شهادة البكالوريوس في القانون حصلوا على رتبة ملازم في وزارة الداخلية باعتبار أن بكالوريوس حقوق يهلهم للحصول على رتبة ملازم. هناك من اتجه إلى أعمال أخرى، هناك من هم أصبحوا إعلاميين واستفادوا كثير جدا من الدراسة في مجال القانون على اعتبار أن القانون هو مرتبط بكل التخصصات، كان في الجانب الإعلامي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. نعم. أو أيا كان التخصص. البعض يقول كان من قبل وليس فقط الآن أن القانون والقضاء لا ينصف أحدا، هذه صورة نمطية لدى الكثير من الناس والكل يريد أن يأخذ حقه بيده، ما ردتكم على هذه الصورة النمطية؟ أقول لك عبارة، لا يشعر بأهمية القانون وبوجود القانون إلا من يعيش فترات غيابه. تكون هناك فترات طبيعية نقول القانون غير موجود، لكن عندما تمر البلد سواء بلادنا أو غيرها في أي ظرف يعني طارئ، فوضى أو حروب أو إلى غير ذلك، نشعر بأنه أن مدى أهمية القانون وكيف كان القانون يلعب دور كبير جدا في ضبط الأمن والاستقرار في البلد. فنحن مرينا الآن بفترات أعتقد الكل لاحظ غياب القانون وكيف كانت الفوضى والبلطجة وغير ذلك. مع عودة الأمن إلى درجة كبيرة جدا في محافظة عدن بدأنا نشعر أن هناك من يخاف أجهزة الأمن، وأجهزة الأمن طبعاً تعمل وفقاً للقانون. ما يخص أن القانون والقضاء لا ينصفان أحد، أقولها في الحقيقة لا توجد دولة في العالم تطبق قوانينها 100%، لكن تختلف الدرجات. صحيح عندنا تفاوت، هذا ينعكس للأسف شديد إذا كان هناك مشكلات في القضاء فهذا ينعكس بسبب النظام الحاكم في هذا البلد أنه لا يعطي القضاء استقلالية تامة، فيصبح القضاء مرتبطاً بالسلطة التنفيذية. أعطيك على سبيل المثال، نعم. عندنا في اليمن الدستور ينص على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة لا سلطان عليها إلا القانون، لكن الحقيقة أن الحاكم هو السلطان على القضاء، والسلطة التنفيذية التي تفترض أنها تخضع لرقابة السلطة القضائية هي المسؤولة عن السلطة القضائية في الميزانية، في العلاوات،
بما في ذلك حتى في التعيينات وفي التنقلات القضائية، وحتى في صرف بعض المكافآت يعني السيارات وإلى غير ذلك على القاضي أو رئيس المحكمة حتى يحصل على سيارة أن يتابع السلطة التنفيذية وزارة العدل على سبيل المثال غير ذلك. فأي استغلال يفترض أن تكون هناك ميزانية مستقلة تحددها الدولة للقضاء، لا دخل للحكومة فيها حتى نقول أن هناك سلطة قضائية مستقلة، وبالتالي هنا السلطة القضائية ستكون متحررة وتستطيع أن تطبق القوانين كما هي. نعم، هل يتنامى إلى مسامعكم بأن هناك موعد قريب لإعادة تفعيل القضاء والمحاماة ويعني بشكل عام الحقوق داخل العاصمة المؤقتة عدن؟ أنا أتابع باهتمام كبير جدا مسألة عودة المحاكم والنيابات للعمل، لأنه لا مكان للقانون بغياب المحاكم والنيابات بالتأكيد. وأعتقد أنه الآن قد قطع شوط كبير جدا من قبل الأجهزة القضائية وأجهزة النيابة بدعم من محافظة عدن وإدارة الأمن في عدن، كللها الآن وصول فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي إلى عدن. نعم. ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وبقية المسؤولين يعني ما فيها وزير العدل والمسؤولين عن عمل السلطة القضائية. الآن الأمور تسير إلى أنه لابد من تثبيت وإعادة عمل المحاكم والنيابات، حدد لهم الآن مبنى في خور مكسر، وإن شاء الله خلال الشهرين القادمين سيبدأون بالعمل إن شاء الله. تقلتم منصب عميد الكلية في وضع حرج لا يجهله الكثيرين الموجودين داخل عدن، لو تحدثونا قليلا عن تلك الفترة. الكل يعلم كيف كانت عدن بعد الحرب. نعم. بما في ذلك جامعة عدن وكلية الحقوق واحدة من كليات جامعة عدن، كان الوضع صعب جدا، الوضع فوضوي، من الصعب ضبط الطلاب لأن الطلاب وجدوا أن القانون غائب وأجهزة الأمن غائبة، طلاب مسلحين كانوا يدخلون إلى الكلية مسلحين، فوضى بعض كثير من الأساتذة إما نزح إلى محافظة أخرى ومنهم لجأ إلى دول أخرى، ومن الصعب عودته في تلك الظروف، الأمن غائب، الإمكانيات المادية لا شيء. أنا ويعلم زملائي جميعا أنه أجبرت على تحمل هذا المنصب بسبب أنه كنت أشعر أنه قد لا أستطيع أن أعمل شيء في مثل هذه الظروف، ولكن زملائي ألحوا في تلك الظروف، أيضا رئاسة الجامعة لما كان قائم بأعمال رئاسة الجامعة آنذاك الأستاذ الدكتور حسين عبد الرحمن بسلامة وزير التعليم العالي حاليا. لكننا منذ أول يوم تعيننا فيه وضعنا مشروع خطة عمل طارئة للكلية، ساندني في ذلك أعضاء مجلس الكلية. في وسط كل هذه المشاكل التي ذكرتموها من أين بدأتم؟ بدأنا بضبط الأمن في الكلية، بدأنا بتوفير الأمن، ساندنا في ذلك إدارة أمن عدن وإخوتنا المقاومة بدين الشعب في مقدمته طبعا الشيخ أبو أسامة السعيدي الذي لعب دورا كبيرا في مساندنا في هذا الجانب. فضبطنا العملية الأمنية، استطعنا أن نضبط الفوضويين من الطلاب وما نسميهم البلاطجة، وجئنا مباشرة بعد أسبوع من تعييني على امتحانات الدور الثاني، فكانت العملية من قبل فوضى وغش بسبب الانفلات الأمني. استطعنا أن نضبط طبعا بسندة أعضاء التدريس بشكل عام، أعضاء مجلس كلية وحتى الموظفين الإداريين، الكل كان له دور كبير جدا في ضبط العملية، فاستطعنا أن نمنع الغش من أول امتحان ورغم أنه امتحانات دور ثاني. ثم بدأنا بإجراءات كثيرة جدا، ضبطنا استطعنا أن نضبط الأعضاء التدريس والزمناهم بالحضور وتكرموا شاكرين والتزموا بالحضور، شعروا أن هذه الكلية كلية الجميع وهي بيتنا الثاني جميعا. أعتقد في كلية الحقوق الكلية الوحيدة التي أصبح ممنوع فيها ولا يمكن أن تجدوا بنت وولد في جلوس انفرادي. كان البعض يقول هذه العملية صعبة، قلنا لا، هؤلاء أولادنا وبناتنا يجب أمانة في عناقنا ويجب أن نضبط هذه العملية، والحمد لله الآن منعنا منعا باتا أي جلوس انفرادي بين الأولاد والبنات،
لا أعتقد أن هناك أي كلية في الجامعة تحظى بهذه الميزة. الحمد لله الآن قطعنا شوط كبير جدا، الآن العملية التعليمية تسير بشكل ممتاز جدا، الانضباط بين أعضاء التدريس يصل إلى 97 إلى 98%. قطعنا شوط في الفصل الأول من العام الدراسي 2016-2017 والأمور تسير على خير ما يرام. ما هي المعوقات والمشاكل التي تواجهونها اليوم؟ والله المعوقات كثيرة جدا، احنا يعني تعرضنا لدمار في الكلية، هناك خراب، هناك من دخل الكلية هنا وكسر علينا الأبواب والأجهزة والآثاث، وفقدنا من الوثائق ما فقدنا ومن الكتب الكثير والكثير. لم تتلقى الكلية أي وعود بالتعويضات؟ للأسف الشديد إلى الآن لم نتلقى أي دعم من أي جهة كانت. نعمل بإمكانياتنا الذاتية، حتى يعني الوقود نبحث عن مصادر بطريقتنا الخاصة لتوفير وقود لباص الكلية، يعني وصول الموظفين إلى الكلية والعودة إلى منازل. حتى المواد القرطاسية أصبحت إذا حصلنا عليها من الجامعة بكميات بسيطة جدا. أنا لا ألوم طبعا رئاسة الجامعة بسبب أيضا أنه تم تقليص الميزانية في العام هذا الحالي إلى 13%، يعني 87% حرمت منها جامعة عدن من يعني الإصابات أو ميليشيات الحوثي وصالح من صنعاء. طبعا الآن دكتور الخضر الأصور رئيس جامعة عدن لديه نوايا طيبة ومشاريع تطوير وإصلاح أمور كثيرة في جامعة عدن، ونحن على تواصل دائم معه ووعدنا وإن شاء الله وهو يفي بوعده بأنه هناك في الأيام القادمة ستكون هناك في توفير بعض الإمكانيات للجامعة. أيضا حصلنا على وعد من فخامة الرئيس خلال لقائنا في الأسبوع الماضي، وعد بتوفير ميزانية تشغيلية لجامعة عدن، وإن شاء الله تتحسن الأمور في الأيام القريبة القادمة. نعم، نذهب قليلا إلى الداخل أكثر في جوهر ومناهج كلية الحقوق. البعض يعني كلية الحقوق ومخرجاتها يتخرجون وهم غير قادرين على ممارسة العمل، والآن في ظل الظروف الصعبة حرموا كثيرا من التطبيق، كيف تنوون حل هذه المشكلة؟ أقولها بصراحة، للأسف الشديد السنوات الماضية حرم الطلاب من التطبيق العملي، وكان التركيز فقط على الجانب النظري فقط، وهذا خطأ كبير جدا. لهذا النظري لكلية الحقوق كأنها كلية نظرية، أنها فيها كلية فيها عمل نظري وفيها عمل تطبيقي، لكن نحن منذ الفصل الثاني من العام الماضي وفي هذا الفصل الأول من هذا العام الجديد، نظرا لأن المحاكم والنيابات لا زالت مغلقة حتى الآن، ننفذ محاكمات صورية في الكلية. يتم تكليف الأساتذة المختصون في كلية الحقوق بتنفيذ محاكمات صورية في القاعات، يكون فيها القضاة طلاب، وكلاء النيابة طلاب، المتهمون طلاب، الشهود طلاب، المحامون طلاب، المجني عليهم أيضا طلاب. هذه يعني كانت خطوة ممتازة جدا، نشعر من الطلاب أنهم يعني استفادوا، استطاعوا أن يربطوا النظرية بالتطبيق، والآن هم مستفيدوا. لهذا في هذا الفصل ألحوا أنه يريدوا محاكمات أكثر. الآن إحنا نعمل لهم محاكمات في قضايا مدنية، محاكمات في قضايا جنائية، محاكمات في قضايا أحوال شخصية. أيضا تواصلنا مع إدارة البحث الجنائي وإدارة أمن عدن بشأن استفادة طلابنا من المختبر الجنائي في إدارة أمن عدن، ولقينا يعني ترحيب بهذا الجانب، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نقوم بزيارة أنا ونائب لشؤون التطبيق العملي وخدمة المجتمع إلى إدارة البحث الجنائي حتى ننسق العملية ونمكن طلابنا من أنه يطبقوا على الواقع ما يدرسوا في كلية حقوق في المختبر الجنائي في إدارة بحث عدن. نعم دكتور محمد، في هذا الشهر نحن نحتفل بعيد حقوق الإنسان العالمي، في ظل هذا الاحتفال الآن وفي هذه الفترة التي تعيشها بلادنا، ماذا قدمت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن؟ أقولها بحرقة، للأسف شديد أن مؤسسة الأمم المتحدة كمنظمة دولية لا تحركها القوانين كما هي، لكنها تحركها دول لها مصالح، دول نافذة لها
مصالح في هذا الجانب. فنجد أن هناك الأمم المتحدة تتحدث عن حقوق إنسان في دولة يعني خروقات حقوق الإنسان فيها طفيفة جدا مقارنة بدول أخرى. ولهذا السبب نجد تقصير كبير جدا في الأمم المتحدة خصوصا في الحرب الأخيرة التي شنتها ميليشيات المخلوق صالح والحوثيين في عدن وفي بقية المحافظات. نجد أن هناك جرائم حرب ارتكبت، هناك انتهاك لحقوق الإنسان حصلت في أثناء الحرب، وبالتالي نجد أن هناك تقصير كبير جدا. الآن هناك لجنة الوطنية لتقصي الحقائق التي تم تشكيلها من قبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، تقوم بدورها برئاسة القاضي قاهر مصطفى، وتحاول أن تكشف كثير من الجرائم التي ارتكبت في حق المواطنين وحق عدن وبقية المحافظات المحررة، وأيضا انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت. كلمة أخيرة أو رسالة تقدمونها لطلبة وطالبات كلية الحقوق جامعة عدن؟ كلمة أخيرة أقولها لطلابي وطالباتي كلهم أبنائي وبناتي، أقول لهم مريتم بظروف صعبة بعد الحرب لكنكم صمدتم وساعدتمونا على إعادة الهيبة لكلية الحقوق. الكل يعلم كيف كانت هيبة كلية الحقوق حتى يعني ما قبل الحرب وبداية الفوضى وبعد الحرب، والكل الآن يشعر بأن كلية الحقوق ارتفعت سمعتها، وبشهادة رئاسة الجامعة بأن كلية الحقوق أصبحت كلية نموذجية على مستوى جامعة عدن. نحن سنعمل بكل ما نستطيع من أجل أن يتخرج الطلاب على مستوى عالي من العلم، وسنجعل من كلية الحقوق كلية نموذجية بشكل دائم. سنحاول بقدر الإمكان أن نساعدهم في العمل التطبيقي الذي أشرنا عليه قبل قليل، ونقول للطلاب نحن معكم وإليكم، ومكاتبنا مفتوحة لكم لأي مشاكل تتعرضون لها، وهذا حاصل ويحصل يوميا، ونراهم إن شاء الله في المستقبل قضاة أو وكلاء نيابات أو الله. مستشارين أو إن شاء الله وزراء إن شاء الله. دكتور محمد صالح محسن عميد كلية الحقوق في جامعة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم على زيارتكم هذه وعلى هذا اللقاء، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات قادمة إن شاء الله. مكان ذات مسمى ببعد تاريخي يلجأ إليه الإنسان حيرانا حزينا ليجد ضالته من الهدوء والسكون والجمال، إنها فقم حكايتنا لهذه الحلقة. مدينة عدن تقع منطقة فقم الساحلية التي تعد واحدة من أجمل مناطق الجذب السياحي في اليمن. بركانية تتقاسم الجغرافيا مع البحر والصحراء، يحدها بحر خليج عدن من الجنوب وخليج بندر فقم وقرية عمران من الغرب. أما من الشرق فتحدها سلسلة جبال رأس عباس، ومن الشمال منطقة صلاح الدين وأراضي فردوس فقم.
40 كيلومتراً عن مركز مدينة عدن، وتتبع إدارياً مديرية البريقة، وهي منطقة محاطة بأكواخ الصيادين، ويقع بالقرب منها ضريح أحد الصالحين يلقب بالغدير. عرفت فقم بهذا الاسم منذ قديم الزمان، ولا يعرف مصدراً أو سبباً للتسمية كما يقول المؤرخون، ويعود التواجد السكاني فيها إلى القرن 18، حيث نزحت إليها قبائل من الصبيحة والمخا، وعاشت معتمدة على صيد الأسماك. بمظاهر جمال بيئي ومقومات بحرية فريدة تجعل من شواطئها الرملية النقية والمتدرجة العمق بيئة جاذبة للسياحة، مثل بلاج خليج بندر فقم الممتد بشكل قوس نحو الغرب حتى قرية عمران المجاورة بطول 7 كيلومتر، وأيضا الشواطئ الجنوبية الصخرية الكثيرة التعرجات والخلجان والجزر التي تصلح لرياضة الصيد والغوص. مرفآن صغيران ترسو فيها القوارب الصغيرة التي تؤول إلى صيادي المنطقة، وكانت في القدم تعود محملة بالقطن والبن والسلع التجارية. تتشابه منطقة فقم مع منطقة صيرة بخصائص تكاد تكون متساوية من حيث الجغرافيا وطبيعة العمل وظروف الحياة، فصيد الأسماك هي المهنة الرئيسية التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد بحكم مساكنهم القريبة من البحر. وصارت فقم مشهورة على مستوى الخط الساحلي من باب المندب حتى منطقة شقرة كأهم مركز إنتاجي لتزويد محافظة عدن بالأسماك بمختلف أنواعها، إضافة إلى الأحياء البحرية الأخرى مثل الحبار وخيار البحر والسلطعون. هناك الكثير من الأماكن الجميلة والخلابة في مدينة عدن، والتي إذا استثمرت بشكل صحيح ستنافس على أجمل الأماكن السياحية في العالم. نشأت في منزل إعلامي ورضعت حب الكاميرا منذ صغرها، فكانت المصورة والمخرجة سارة الرشيد. لنتابع. نشأت في بيئة إعلامية وتشبعت بحب الكاميرا بحكم عمل والديها في قناة عدن، فكانت المصورة والمخرجة التلفزيونية سارة الرشيد.
مع كاميرا والدها كانت البداية، ومن خلالها وجدت نفسها تحترف التصوير وتتعلق به يوما أثر آخر. أنا في أسرة تربيت أو عشت كنت أرضع الكاميرا من بدايتي من طفولتي، فكانت الكاميرا عندي حاجة أنت عايش معي يوميا. أبي بحكمه كان مصور في قناة عدن والآن مدير استديوهات في قناة عدن، وأمي مخرجة تلفزيونية، فعشت بجو الإعلام والكاميرات والأجواء الإعلامية، يعني ما كانش عندي أي تخوف من الكاميرا، فكنت من صغري وأني أحمل كاميرات. رغم تعلقها في بادي الأمر بمجال الصحافة، لكن الأيام دفعتها نحو الإعلام التلفزيوني والتصوير، وبعزيمة وإصرار استطاعت أن تجد لنفسها مكاناً متميزاً في هذا الفضاء المفتوح. أنا كنت في طفولتي أقول بتحول إلى مجال الصحافة اللي هو قريب للإعلام، لكن الأيام قرتني لموضوع الإعلام اللي هو كنت في البداية بديت بتصوير، اللي هو تصوير الأعراس والحفلات والمهرجانات. لسه في الإعدادية بديت بتصوير الأعراس، كان في ذيك الأيام فيديو، لسه الفوتوغراف كان ما فيش إلا في الاستديوهات أيام الأفلام وبس. فبديت بالكاميرا الكبيرة، كنت أصور أحمل الكاميرا كذا الكبيرة، أبي كانت كاميرا، فبديت في بقى أصور الأعراس والمهرجان. من مجال التصوير إلى الإخراج انتقلت سارة الرشيد، ولم تشعر يوماً بأن كينونتها كامرأة يقف عائقاً أمام طموحها، وهي ترى بأنها حظيت بالكثير من الدعم الذي كان يدفعها دوماً نحو الأمام. أنا ما لاقتش أي معوقات، بالعكس أشتغل بأريحية في مجال التصوير الميداني، في الاستديوهات، في الإخراج. أحس أنني مع بهذا الشغل رجل وبقوة، يعني الموضوع ده ما حش أنه في فارق أبداً بين النساء والرجال. درست مونتاج وإخراج في دولة مصر العربية، قلت لي كده بالصدفة أنني أدرس دورات في مجال المونتاج والإخراج في دولة مصر العربية. جيت في عدن، كنت طموحاتي كبيرة بس الإمكانيات كانت محدودة في قناة عدن. أولاً الأجهزة مرة قديمة، وأعتقد أن عمري الافتراضي تكون انتهت، فالإمكانيات زيادة التمويل حاجات كثير كانت تنقص الطموحات، فما قدرناش نتوسع بمجال الإخراج، ولكن وصلنا لأعتقد ممكن نقول لحد ما برامج كويسة. تعزو سارة نجاحها بشكل كبير إلى ولديها يزن وعبد الرشيد، وتصفهما بأنهما الدعم الأكبر في حياتها والحب الأكبر كذلك، ولها أيضا نصيب من دعم الأهل والأصدقاء ساهم كثيرا في وصولها إلى سلم النجاح. أكثر شخصين اللي هم بالنسبة لي كل حياتي، أكثر اثنين سهلوا لي العمل ودائما يوقفوا جنبي. يمكن أكون شوية أبالغ بالموضوع، لا أنا ما أبالغش خالص. فيزن وعبد الرشيد، يزن ابني الكبير عمره 11 سنة، عبد الرشيد اللي هو عبود في البيت 10 سنوات الآن، أكثر اثنين يشجعوني، أكثر اثنين يأهلوا لي الوقت المناسب، الجو المناسب. أمي معي عمل، تحتاجي حاجة نحن جنبك، أتكلم بالأشياء اللي مثلاً مضايقاني، الأشياء اللي ممكن تشجعني أتكلم، وكأنه شخص كبير يتعامل معي، اليوم معي كذا، حصل لي كذا، وعمل لي كذا. كان لسارة تجربة مع تقديم الاحتفالات والفعاليات التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن في محاولة الاستعادة ما يمكن استعادته من وجه الحياة المتفائل، وكانت البداية مع فعالية حديث الحرب. هي كانت تجربة مسلية لحد ما. أولاً قدمت حفل في فندق كورال أو في قاعة البتراء،
أول احتفال كان عن حديث الحرب. كنت حاضرة الحفل كمصورة. كنت عاملة قبله بيوم عاملة بروفا كمصورة. حدث إنه المسؤول الحفل يعني ما اتفقش مع مقدمة الحفل أو مقدم الحفل، ما أذكرش في هذيك الأيام. كان الحفل يتكلم عن الناس اللي عاشوا مرحلة الحرب وكانت لهم بصمة فعلا لأبناء هذه المدينة. كنت حاضرة البروفا وروحت على أساس أني مصورة، فجأة يتصل في مسؤول الحفل يقول لي يا سارة أنت بتقدمي الحفل. ضحكت، حسيت أنه الموضوع مزاح. عمري في حياتي ما قدمت، أني دائما أكون خلف الكاميرا، خلف الكواليس، عمري ما كنت أمام الكاميرا، بل في المرة دي كنت أمام جمهور كبير. يعني كنت أحس الموضوع مزاح، يقول لي لا أنا حاسس أنه عندك المقدرة تقدمي وما عنديش حل، فأرجوك تقفي بجانبي بهذه المرة. حسيت أنه الموضوع كان سهل، أنني المرحلة اللي عشناها أيام الحرب، موضوع حديث الحرب كان موضوع من داخل نتكلم فيه بأوقاعنا بالأيام اللي مرت بيوم الانتصار، يعني ما بارتجلش حاجة من بعيد، لا بل حاجة يعني نحن عشناها انوقعنا فيه. تؤمن بأن رسالتها كأم هي أنبل رسالة يمكن أن تقدمها في الحياة، وفي مجال الإعلام تحلم بأن يكون لها بصمة إبداع لأجل مدينتها عدن. بعد الظروف اللي حصلت صار عندي إحباط شديد، ولكني أمل بالمستقبل. فكل ما أنظر بأولادي وكل ما أنظر بالناس المحبين العاشقين لهذه المدينة، أحس أنه لازم يكون عندي بصيص من الأمل في عملي في حياتي، علشان تنهض عدن ما بتنهضش إلا بشبابه إلا بأولاده، فنحاول ننهض فيه بكل واحد بمجاله. بالأمل والإصرار ستبقى سارة الرشيد تشق طريقها في بلد عظمت فيه الأحلام والأماني وبات من الصعب تحقيقها. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.